اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين، ورحمة الله وبركاته. السلام على باب الحسين قطيع الكفين ساقي عطاشا كربلاء وحامل اللواء وسيد الوفاء وكافل الحوراء بالفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام على مولاتي الوفية المخلصة أم الأربعة مولاتي أم البنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مشاهدي ومتابعي ومحبي قناة الإمام الحسين الثانية، أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه الأيام، وخصوصا ولادات محمد وآل محمد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وولادة الإمام جعفر بن محمد الصادق، وليلة الجمعة، وراجعين بسفرة أم البنين، سفرة العطاء، سفرة الشفاء، تسهيل الأمور، الحفظ، الرزق، النجاح، كل شيء. كثير من المشاهدين من الناس اللي يقدمون الحوائج لباب الحوائج مولاتي أم البنين بقضاء حوائجهم، وانقضت الحوائج، واللي سوى سفرة، واللي نذر لأم البنين، واللي سوى مجلس، واللي ذكر مولاتي الكريمة بذكر، صدقوني مولاتي أم البنين ما تنسى كل شخص يذكرها، لأن أم البنين مظلومة من باب أنه محرومين من زيارتها، المجالس عند قبرها ممنوع. فإن شاء الله هاي الليلة راح تكون ليلة مواليد وأفراح، وإن شاء الله دائما الأفراح على قلب شيعة أمير المؤمنين، ودائما متعودين في سفرة أم البنين نقرأ النعي والأبيات والمصيبة، لكن هاي الليلة تختلف. خل نقرأ هاي الليلة الأفراح وولادة الرسول صلى الله عليه وآله والإمام جعفر بن محمد الصادق، ونحن جوار الحسين نحتفل إن شاء الله، وصدقوني إن شاء الله ما يصيبكم غير الأفراح والسرور ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، أدم الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على النبي محمد، فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد، صلوات صل على محمد. يا ريت الموجودين من مصور، من ضيوف، من أبو سفرة، أبو مالية، شاركونا بالصلوات، وكذلك أنتم داخل البيت احتفلوا هاي الليلة بولادة الرسول، وصدقوني راح تكون أفراح على قلب شيعة أمير المؤمنين. خاتم يا من شخصك الكل الرسل، يا من شخصك الكل الرسل، خاتم اللي يحبك صار بين يديك خاتم، اللي يحبك صار بين يديك خاتم،
لك قلبي يا ابو ابراهيم لك قلبي يا قلبي يا ابو ابراهيم خاتم خاتم ووقع للرسالة الأحمدية صلوات. ما أسمع. اي عم قووها الصلاة، قووها الصلاة على رسول الله وخصوصا هذه الأيام وهذه الليلة. بعدنا ودنا الفرح قرب علي نحيل ودنا الفرح قرب علي نحيل ودنا ودنا يا طير السعد فوق الجنح يا طير السعد فوق الجنيح ودنا ودنا نزور المصطفى المختار 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 ودنا منو ما يتمنى يزور قبر رسول الله والزهراء وأمة البقيع نزور المصطفى المختار ودنا ونسوف راح يم سيدي يم سيدي البرية صلوات الله يديم عليكم الأفراح أينما كنتم ونحن جوار سيدي ومولاي الحسين وإن شاء الله كل الحاضرين اللي عنده حاجة اللي عنده مريض يطلب هاي الليلة من رسول الله. يلا بويا وين ما كنت قاعد ببيتك استوديو مدير موظف احتفل هاي الليلة ويانا إن شاء الله. صلوات صلوات على المصطفى وآله صلوات صلوات على المصطفى وآله وأريد صفقة ويانا وأريد صلاة تليق بمحمد وآله محمد قد ما تحب محمد. صلوات صلوات على المصطفى وآله صلوات صلوات على المصطفى الله صلوات صلوات على المصطفى وآله صلوات صلوات على المصطفى وآله قولها صلوات صلوات على المصطفى وآله صلوات صلوات المصطفى وآله. يلا يا دنيانا ليلة فرحة ويانا يلا يا دنيانا ليلة فرحة ويانا جونا غير الوانه جونا غير الوانه وبالمسرات بالمسر الله الله احلى شيء اعيادنا وبذكر اسيادنا احلى شيء اعيادنا وبذكر اسيادنا هو هذا مرادنا هو هذا مرادنا واحلى كلمات احلى قولها الله الله من القلب نجريها للنبي نوديها من القلب نجريها للنبي نوديها هالحفل نهديها هالحفل نهديها وهاي الأصوات هاي الله الله للرسول الهادي كل فؤاد ينادي للرسول الهادي كل فؤاد ينادي بيها شوف سعادي بيها شوف سعادي بيها شوف سعادي والكرامات
الله والافراح والافراح للنبي تحلاله صلوات صلوات على المصطفى وآله صلوات صلوات هلا يا زمن حبينا حيدر والينا يا زمن حبينا حيدر والينا هل اسم يكفينا هل اسم يكفينا واغلى محبوب اغلى محبوب الله الله بالشدد لو صحنا بالشدد لو صحنا يا علي يحضرنا بالشدد لو صحنا يا علي يحضرنا هالفرح يجمعنا هالفرح يجمعنا نذكرى ونذوب نذكرى ون والله والله فاطمة نذكرها الله يعرف سرها فاطمة نذكرها الله يعرف سرها قادم بدفترها قادم بدفترها واسمه مكتوب اسمه مكتوب الله الله فاطمة أم العترة للموالي ذخرة فاطمة أم العترة اي والله اي والله مولاتي نظرة فاطمة أم العترة للموالي ذخرة تشفع عنا الزهرة تشفع عنا الزهرة تفرح القلوب تفرح القلوب يا زهرة يا زهرة هل صوت يتعالى صلوات صلوات على المصطفى وآله صلوات صلوات مصطفى وآله العاشق يعرفونه بين من عيونه حب يغير لونه حب يغير لونه يذهب للعيون يذهب للعيون للحسن عشاقه كالنفس مشتاقه شيعي هاي اشواقه شيعي هاي اشواقه يحب الاثنين ايدك حب الاثنين من تهب النسمة بالهوى نشتمة نعمة واكبر نعمة نعمة واكبر نعمة وحب الحسين الله الحب الحسين حب الله والله ندعي من بارينا بخيمته يخلينا ندعي من بارينا بخيمته يخلينا يزيد حب البينا يزيد حب البينا وطول السنين طول السنين الله والقلوب والقلوب خل تفرح بجاله صلوات صلوات على المصطفى وآله صلوات صلوات على المصطفى وآله صلوات عمها أبويها باسم أم البنين الليلة هوساتي من سفرة أم البنين هلأ نحتفل يا عمي باسم أم البنين الليلة هوساتي ولجل المصطفى أهديها كلماتي ولجل المصطفى ولجل المصطفى أهديها كلماتي بميلاد أبو القاسم تضوي شمعاتي بميلاد أبو القاسم تضوي شمعاتها عمها اسمع أبويها وسفرتنا الليلة نسويها سفرتنا الليلة نسويها سفرتنا الليلة أو سفرتنا الليلة نسويها سفرتنا الليلة نسويها سفرتنا الليلة ها عمها يستاهل هالليلة الأفراح أخوتها يا ها عيد الليلة عدنا عيد الليلة عدنا وكلها مسرورة عيد عيد الليلة عدنا وكلها مسرورة تشعشع بالسما وجه النبي نوره تشعشع بالسما وجه النبي نوره نزلت يا محمد بيك كم سورة نزلت يا محمد بيك كم سورة الأمة لوالتك من الله منصورة اي والله الأمة لوالتك
الوالدتك من الله منصورها عمها وللجنة الباري وديها للجنة الباري وللجنة الباري وديها هالليل للولد بالدنيا مولانا هلينا الولد بالدنيا مولانا خاتم للرسل والمصحف لسانه خاتم للرسل والمصحف لسانه بميلاد السما والدنيا فرحانه أملاك ورسول محتفلة ويانها عمها فرحان الدنيا وما بيها فرحان الدنيا وما بيها فرحان الدنيا فرحان الدنيا وما بيها والإمامنا الإمامنا الصادق سلام الله عليه يوم 17 محلاها من ذكرى يوم 17 محلاها من ذكرى ان ولد بيها الرسول وصادق العترة ان ولد ان ولد بيها الرسول وصادق العترة نحن المرتضى وصبطانا والزهرها عمها ونهن الأمة ومهدينا ونهن الأمة ومهدينا ونهن الأمة ومهدينا هلا بسادس العترة ويا هلا بيومه هلا هلا بسادس العترة ويا هلا بيومه هلا يلي تصدق حتى بهدومه هلا يلي هلا يلي تصدق حتى بهدومه هلا يلع الخلائق فاضت علومها عمها والكون استبصر بعلومه والكون استبصر والكون استبصر بعلوم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد دائما إن شاء الله الأفراح عند شيعة أمير المؤمنين ونحن جوار سيدي ومولاي الحسين وكثير اللي سألون الدعاء بهذه الأيام وهذه الليالي اللي عندنا محافل عندنا سفرة أم البنين نذكركم بالدعاء أصحاب الذرية المرضى طلبتنا الأعزاء كل المراحل الدراسية ندعو لهم إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله الله يوفقنا هاي الليلة ونكون في سجل زوار سيدي ومولاي الحسين ليلة الجمعة وفي محافل رسول الله مسجلة أسماءنا إن شاء الله مولاة الزهراء تحضر وتسجل أسماء المشاركين الباذلين المساهمين بهذه الأيام اللي كان فرح واللي كان حزن واللي كان ولادة إن شاء الله تقضى الحوائج يا الله معلول معلول قلب عشق معلول قلب عشق نفس العشيق طيبته معلول قلبي عشق نفس العشق طيبته الإنسان كل البشر ذرة تجل طيبته الإنسان كل البشر ذرة تجل طيبته بيت الوحي نازل ويتشرف بطيبته اسمه محمد اسمه بويا اسمه محمد جمع كل الصفات أحمد اسمه محمد جمع كل الصفات أحمد مشمول من أمته للبار دوم أحمد مشمول
من أمته، مشمول من أمته للبارد ومحميد، باللوح قبل الخلق مكتوب بي أحمد. يا الله باللوح باللوح قبل الخلق مكتوب بي أحمد، نور انشطر وانجعل نصين طه وعلي، نور يا أبويا نور انشطر وانجعل نصين طه وعلي، دنيا ومعاد افتخر مرفوع راس وعلي، دنيا ومعاد افتخر مرفوع راسي وعلي. بالزهرة أقسم قسم، بالزهرة أقسم قسم قدام أحب وعلي، بالزهرة أقسم قسم قد ما أحب وعلي، يوم يزور النبي لو بيدي مطيبته، بويا يومي يزور النبي لو بيدي يا طيبته. لخادم الحسين أبو علي الكربلائي، ومستمرين بقراءة المواليد والأفراح. فرحان الخلق، هاي المسية هالليلة ولد سيد البرية إن شاء الله. دائما الأفراح والسرور وأصحاب المشاكل إن شاء الله تحل بهذه الأيام وهذه الليالي إن شاء الله. فرحان الخلق، هاي المسية هالليلة ولد سيد البرية، فرحان الخلق هاي المسية هالليلة ولد سيد البرية، هالليلة ولد البرية، هالليلة ولد بالدنيا مولانا، هالليلة ولد بالدنيا مولانا، خاتم للرسل والمصحف لسانه، خاتم للرسل والمصحف لسانه، ميلاد السماء والدنيا فرحانه، ميلاد السماء والدنيا فرحانه، أملاك ورسل محتفلة ويانا، أملاك ورسل محتفلة ويانا، انس وجان محتفلة سوية، فرحان الخلق هاي المسية، انس وجان محتفلة سوية، فرحان الخلق هاي المسية، فرحان الخلق هالليلة محلاها، بزغ نور النبي والدنيا ضواها، بزغ نور النبي والدنيا ضواها، واخذ نور القمر من النبي طاها، شمس نزلت عليه وتمم ضواها، نزل حتى الوحي يلقي التحية، فرحان الخلق هاي المسية، فرحان الخلق هاي المسية إن شاء الله. الأفراح وباسم هذه السفرة، سفرة أم البنين، اللي دائما نتوجه لباب الحوائج مولاتي الكريمة، بيت أنا دائما أذكره في كل مكان باسم أم البنين سلام الله عليها. كل النساء عند الطلق عند الولادة تندب يا علي إلا مولاتي أم البنين سلام الله عليها، ماذا صرخت؟ ش قالت مولاتي أم البنين؟ خليك ويا إن شاء الله، وبعدها راح نأخذ اتصالات من ناسنا اللي يتمنون إنه يزورون هذه الليلة سيد مولاي الحسين. شوف أم البنين من اطلقت بالكون،
شوف أم البنين أم البنين من طلقت بالكون ما صاحت يا حيدر مثل باقي الناس ما صاحت ما صاحت يا حيدر مثل باقي الناس من قد ما تحب حسين ابو السجاد صاحت يا حسين وجابت العباس وويلا من قد ما قد ما تحب حسين ابو السجاد صاحت يا حسين وجابت العباس وقبال الحسين ام البنين اختم بهذه الابيات قبال الحسين واقفه ايش قالت للحسين قالت يما ابو علي يما ابو علي يما ابو علي يما يما الولد للضيج يراد يراد الولد للضيج يراد والناس يا ابن تحب لولا والناس والناس يا ابن تحب الأولاد وانا العينك ردتهم يا ابو السجاد وانا العينك وانا ردتهم يا ابو السجاد بس كون سالم للوطن راح يما بس كون بس كون سالم للوطن راح بس كون سالم للوطن لك هاي الشجاعة يا أم البنين بتضحيتك بأولادك بالنفس بكل شيء وذاك اليوم من دخل بشر المدينة كل سؤال أم البنين أخبرني عن ولدي الحسين ماكو هاي الشجاعة ماكو قوة إن شاء الله بخدمتكم ناخذ الاتصالات أبو منار من ذي قار حياكم الله يا أبو منار وأسعد الله يا نعم كل عام وانت بخير سعد الله ايامكم بويه وانتم بألف خير الله يحفظكم ان شاء الله حياك يا حبيبي الله تفضل بالزياره الله يحفظكم مولانا احنا بالنسبه لي انا انت تدعي لي بيمك انا خادم ادعي لك لكن ليله الجمعه وانت بعيد عن الحسين سلم على الحسين وخلي هالليله يسجلون اسمك في سجل زوار سيدي ومولاي الحسين يا الله السلام عليك يا سيدي مولاي يا ابو عبد الله السلام عليك يا سيدي مولاي يا ابو فضل عباس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة السلام عليك يا زوج رسول الله السلام عليك يا عجز الزهراء عليه السلام السلام عليك يا أم البدور السواطع واطرة الحزاب السلابية منقبة أم البنين وباب الحوائج يا سيد السمولات يا أم البنين تدعي لنا نور عيون إن شاء الله أم البنين وأهل البيت وأنتم محبين لمحمد وآل محمد ندعو لكم بقضاء حوائجكم بتسهيل أموركم بالحفظ والأمان ونجاح الأولاد إن شاء الله وإن شاء الله يحفظكم تدعي الوالد إن شاء الله بالصحة والعافية الله يطول عمرها ويخليها خيمة عليكم إن شاء الله الوالدة
زوجته أطفالي إن شاء الله كل العائلة، نور، منار، زينب، جود، منتظر، أمير، كل العائلة، أخواتي، لقواني، ولد أخواتي، عوائلهم، حياكم أنت والعائلة بخدمتكم. عندنا اتصالات إن شاء الله، الله يحفظكم، حياك وبياك، وإن شاء الله احنا دعانا لكل أهلنا وناسنا من كل مكان. نعم فاطمة من ديالة، أهلا يا فاطمة، أسعد الله أيامكم بوي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله تفضل. الله مباركين برادة النبي محمد. الله يحفظكم إن شاء الله. يا الله تفضلي. سلمي على الحسين. السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحور والزينب والأبطال والحسين. السلام عليكم، إن شاء الله دائما عندكم تكتب اسمي بالشفاء إن شاء الله، قضاء حاجتي وأنا شوية تعبانة ومريضة. فاطمة إن شاء الله بفاطمة الزهراء، شنو في قلبك الآن؟ أدري أنا قلبك يعني بي عندك حسرة وعند الشيء في داخل قلبك، إن شاء الله بجاه رسول الله والحسين إن شاء الله، شنو تتمنين بهذه الليلة إن شاء الله؟ الله يأخذ حقه من الضماني يا الله، يا الله يسهلكم إن شاء الله، حفظ وأمان بجاه محمد وآل محمد، الله يكتب لكم إن شاء الله زيارة الحسين في القريب العاجل إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد، الله يحفظكم يا فاطمة، حياكم الله يا فاطمة. نعم إلى البصرة مسجات، حياكم الله وسعد الله أيامكم بوي. الله يحفظكم، أهلا وسهلا. السلام عليك يا أمي المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء العالمين، السلام عليك يا أخي حسن الشهيد المظلوم، السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء، السلام عليك وعلى أختي السيدة زينب الحوراء، السلام عليك وعلى أصحابك، السلام عليك يا مظلوم يا عطشان يا شهيد كربلاء يا أبو عبد الله، يا ليتنا كنا معاكم ونفوز الفوز العظيم، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا يا ابا عبد الله. السلام عليكم وعلى انصارك يا ابا عبد الله، حاجه عندي يا ابا عبد الله، انت من نعم. اي والله عندي حاجه وكلفت شم البني يا ابا عبد الله، اساس يا ام البني من هاي ام البني نلقاها بالشده، هاي ام البنين شعدك الخاها وبالشدة وحق عباس تلقاها. نعم اي والله يا ام البنين، الله يحفظكم يحفظ الجميع يا بعد عين، دعوتك لي يا مولى محمد يا بعد عين ان شاء الله، الله يوفقكم ويكتب لكم زيارة الحسين، وشنو تتمنون ان شاء الله؟ نتمنى الفرج لبسجاد يا بعد عين، خدمتكم دعانا لكم ومسجاد والعائلة، اكتب لكم الصحة والسلامة والحفظ والأمان إن شاء الله ببركة محمد وآل محمد. نعم حيدر من الناصرية، حياكم الله يا حيدر، سعد الله أيامكم بويه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حسن. نبارك بالمولود نبي الرحمة. نعم يلا سلم على الحسين يا حيدر، أنت على الهواء مباشر. نعم يا الله تفضل. السلام عليك يا أبو عبد الله، السلام على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى المستشهدين بين يديه، السلام على أخي أبو الفضل العباس وعلى زينب العقيدة الطالبية، السلام على السجاد وعلى البيت الجميع. أطلب حاجتي من أم البنين، دخيل أم البنين إن شاء الله، أم البنين تنطيكم الحوائج، شافي مرضاكم، تتوسل بها إلى الله الأمرأة الكريمة. والله ما ثالث أشهر أراجع الدكتور وبعد ما طيب يا حسين، ثالث سنوات وما عاد أسمع يا حسين. إن شاء الله الذرية بجاه هذه الليلة، بجاه هذه الأيام، أيام الرسول وأيام الإمام الصادق، كل طالب ذرية يا رب العالمين إن شاء الله يتحقق حلمه ويكون أب، يخلي وليده خادم، يجيبه مشاي للحسين، يكون خادم للحسين إن شاء الله بجاه رضيع الحسين. نعم نعم من النجف الأشرف سناء، أهلا يا سناء حياكم الله أبوي. الله يسعدك أخويا،
أنا سنة قالوا لي أنت حالتك جدا تعبانة وعلى فراش المرض وأنت على الهواء مباشر وهاي سفرة أم البنين وخلفي سيدي ومولاي الحسين، أنت والحسين بعد سولف شنو بخاطرك؟ أي أبويا الفراش عملي ومعاي برا يعني من زول يسمر يا با يا ولي يا با عبد الله يا أم البنين دخيلك يحلف الحسين ببنيته العليلة فاطمة العليلة، قل له احسبني بنيتك أنا ومريضة وعجز الأطباء عن علاجه وتعبت مولاي وين الطوجهي اي والله أحلفك بأمك الزهراء يا أبا عبد الله يا أبا ما أدي أحد بالعراق أدري من أبا الله وين أطلب ولا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ابوي المؤمن مبتلى وهذا المرض ان شاء الله اختبار لكل انسان يمر به، لكن ان شاء الله انت مؤمنه وصابره تصبري اي بيصبري اهل البيت يا والله من زغل لسه 40 عمليه يا علي دخيلك عمري 40 سنه يعني مو ما شايف الدنيا ايش انا لله وانا اليه راجعون. كل شخص شريف كل انسان غيور يسمع صوت هذه الحرمة تقول أنا عمري 40 سنة ومسوي 40 عملية وما شفت الراحة وما خليت أولا يا حسين شكرا مشكورة منك. الله يحفظكم يا أبويا وصحة وعافية إن شاء الله. وش نقول بس نرفع الأيادي بالدعاء لكل المشاهدين لكل الناس الطيبين لكل شخص سألنا الدعاء. نعم فخرية من السماوة أهلا يا فخرية حياكم الله أبويا. أهلين أهلا وسهلا يا يما هو عبد الله السلام عليك يا وعلي إيه سلمي على الحسين إيه. السلام عليك يا مظلوم يا مظلوم السلام على ابن السلام على أولادك السلام على عيالك السلام الرواح السلام عليك يا أبا الفضل سلام يا أبا عبد الله جدك رسول الله نعم يا خديجة الكبرى سلام إن شاء الله بخدمتك يوم إن شاء الله بخدمتكم يا أبا عبد الله لبيك يا حسين لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا شهيد كربلاء لبيك يا أبا عبد الله. نرفع الأيادي بالدعاء لكل المشاهدين لكل المتابعين كذلك دعانا بالرحمة والغفران لخادمة الحسين الملاية أم غيداء الله يرحمها برحمة الواسعة والنوب عنها إن شاء الله زيارة والدعاء عند سيدي ومولاي الحسين. نعم آمر لي أبو عباس أهلا حياك الله يا أبو عباس من آمر لي. السلام عليكم سيدنا العزيز حياك محمد حياك عزيزي الله أيامنا وأيامكم المولود الأقمار شفيعنا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله, صلى الله عليه وآله. نعم ونبارك الإمام صاحب العصر والزمان ونبارك شيعة أمير المؤمنين ونبارك مراجعنا العظام ونبارك هذه القناة الكاملة المخرج مباشر صوت العصاب المولود حبيب الله محمد أكرم صلى الله عليه وسلم نبارك فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأم البنين وحسن المجتبى والحسين الشهيد كربلاء بهذه الليلة المباركة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله أبرع السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين والسلام عليك بن فرط العباس ابن أمين المؤمنين السلام عليك زينب الحوراء العقيلة أتناك أم البنين السلام عليك يا هذه الصرفة الكريمة أم العباس عليه السلام إنا توجدنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله أبو عباس يا نور عيوني يا بعد عيوني والله نتمنى نأخذ منك لكن كثرة اتصالات وكثير اللي يتمنون يزورون هذه الليلة للجمعة دعانا لكم يا هن في أمر لي بالحفظ والأمان ولك أنت والعائلة إن شاء الله زيارة الحسين في القريب العاجل. نعم
نعم الأخ رحيم من ميسان، أهلا وسهلا، سعد الله أيامكم يا رحيم. وبيك أكثر ويامك. السلام عليكم ملي محمد. عليكم السلام، حياك الله يا عزيزي، أهلا. سلامي على الحسين. يا حسين. وعلى علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين وقمر العشيرة أبو الفضل العباس والحوراء زينب سيدتي ومولاتي والحسن والحسين وأمير المؤمنين وأم البنين، أحلفها بسفرة أم البنين، أحلفها بالإمام العباس أم البنين أم محمد. نعم. عنده مريض مطروح عمره 12 سنة، 12 سنة، وأحلف الحسين مصيبة علي الأكبر أيد حشوي الحسين أم محمد. أنا وياك حبيبي. اي والله اذا حشاش سولف ويا الحسين احلف مصيبه. يلا سولف براحتك انت على الهواء مباشر. أيوة. والحسين أيوة يحب البساطه. أيوة. يحب الناس. أيوة. اللي يسولف يفرغ. أيوة. بقلبه شنو. اي والله انا مصيبه علي الاكبر، علاقتي مصيبه علي الاكبر كبيره انا. نعم. اي مصيبه علي الاكبر. اي مصيبه علي الاكبر ما اتحملها. عندي طفل احلف بعلي الاكبر مصيبه علي الاكبر يدير بالي على الطفل هذا الحسين. يا حسين. واحلف سيده مولات ام البنين بقمر العشيره، وسلامي إلى الشيخ مهدي الكربلائي أبو علي على حالته في دودي ليران، وما عاد دودي علاجه. نعم. ملا محمد كل. نعم. إنسان خير يسمعني. نعم. علاجه بيران ويرجع ويودونه وجوازاته طالعة جوازه وجوازي أرد أودي. ايه. وسلامي إلى الشيخ مهدي الكربلائي يسمع صوتي إن شاء الله. سمع صوتك وإن شاء الله بخدمتكم وكله من بركات الحسين. هذا العطاء من الحسين ترى مو من أحد. إي والله صدقوني الله يحفظكم خدمتكم. نعم أبو حسين حياك الله يا أبو حسين، أسعد الله أيامكم بويا. الله يعافيكم، أسعد الله أيامكم إن شاء الله، مباركين بلك ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. السلام عليك يا أبو عبد الله ولا روح الحديث في الزنا عليكم مني السلام الله عليه وسلم على آخر عالم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر العشيرة بالفضل. السلام على أم البنين. السلام على فاطمة وأبيها بعد وبن أنسر المستودع فيها بعد معاطب المحصر. إنا توجهنا واستشفعنا وتوكلنا بكم إلى الله وقدمنا يا وجها عند الله يشفعنا عند الله. أبو أمير لتسعد بحوائج وأخبار الحوائج أم البنين إن شاء الله. أيوة يا أبو حسين. إن شاء الله سجلنا اسم أسعد ومريم وكامس وحسين إن شاء الله وتنسانا بالحوائج إن شاء الله. الله يحفظكم ولا يحرمكم من زيارة سيدي مولاي حسين إن شاء الله الحسين في الدنيا والآخرة. الله يحفظكم وبخدمتكم وإن شاء الله كل الأسماء أدنى الأسماء واللي ترسل من خلال الشباب. حجية ميثاق أم حسنين ندعو لها بقضاء حاجة، يقولك مال بيتي وهديل للقسمة ندعو لها. المرحوم محمد سلمان داود إن شاء الله زيارة نيابة. المرحوم صادق عبد الخالق زيارة نيابة عنه. والمرحوم علي صادق والحاجة أم محمد صحة وعافية والحاجة أميرة عدة قضاء حاجة. كذلك دعانا لزينب أم رقية والعائلة بالصبر إن شاء الله بركة محمد وآل محمد. ودعانا للحاج فاضل بالصحة والعافية وأم عباس للشفاء بحق أم البنين إن شاء الله. والأسماء نقرأ الأسماء اللي الشباب يرسلوها. عائلة محمد الأخ علي إسماعيل قمي، الحسن والعائلة، أبو الحسن والعائلة، عائلة القربان فاطمة علي حسين وحميد حسين وزهرة محسين، آمنة حسين، مناهل منصور، علي أحمد، رقية أحمد، أحمد منصور، ليلى منصور، أسماء حبيب، حيدر، موسى، وجدان، علاء، أركان، عبد الله، عقيل، فاطمة، زينب، زهراء، إيمان، كريم، أبو علاء، صبيحة، رسول جواد، سهام، محمد، مصطفى، رسول، علي رسول، زهراء، أميرة، آيات، رباب، أحمد والعائلة، أم حيدر، عائلة الحاج فاضل، خولة وأم خولة بالصحة والعافية، فاتن، حميد، مائدة، إبراهيم، هيثم، هناء، آمال، قاسم، حسنين، سعاد، تقي، علي، نورس، محسن، محمد، مرتضى، حوراء، ماجد، خديجة، أم حسين، صديقة محمد، ثائر، ابن شنو، أزهار، بنت جواد، منار، ثائر، نور، حيدر، كرار، زينب، جود، منتظر، أمير، زينب، بنت شنو، تحرير، بنت شنو، انتصار، محسن، غفران، إيمان، شنو بعد مكتوب شنو بعد احنا نقرأ شنو، سوسن بنت فليحة وهيثم
ابن كريمة، أم أحمد والعائلة، عذراء، ناصر، كل المشاهدين، كل المتابعين برنامج فطرس اللي دائما يتصلون. إن شاء الله إحنا برنامجنا مستمر كل ليلة الجمعة نفس الوقت إن شاء الله. بركات أم البنين. بخصوص الأرقام الموجودة، اللي يحب يشارك في سفرة أم البنين باب المشاركة مفتوح، شباب موجودين، علي السعدي كذلك. أسماء تضع داخل سفرة أم البنين، ما يحتاج بعد. الإعلامي أمير أحمد، هاي الأسماء اللي ترسل كذلك يضعوها بركة في سفرة أم البنين، خصوصا الناس اللي دائما يقول اذكرنا في سفرة أم البنين. سفرة أم البنين إن شاء الله موجودة، وإن شاء الله ببركة مولاتي أم البنين مستمرة. الأرقام بخصوص الأرقام كذلك موجودة أسفل الشاشة، أي شخص من كل مكان يحب أنه يسوي سفرة في لأرحامه، لأمواته، لأقاربه، فنقول له إن شاء الله موجودين الشباب وراح يسوي لك السفرة إن شاء الله بخدمتكم. عندنا دقيقتين نذكر شيء من سفرة أم البنين إن شاء الله. أم البنين إحنا حتى لو نقرأ الفرح في سفرة أم البنين تقبل، لكن هاي البيتين أنا أحب دائما أذكرهن لمولاتي سلام الله عليها الكريمة، اللي كان الموقف ما عرفت مولاتي زينب لما دخلت إلى دار حسين. ترجع هنا عاد مولاتي أم البنين شنو قالت لمولاتي زينب سلام الله عليها البيت، ونسألكم الدعاء. قالت يما عذريني يا زينب، يما عذريني يما عذريني يا زينب، ما عرفتك وسوت بيك يا يما سفرتك، وعلى خوتك شلون شلون كانت وقفتك، تعدت ام عباس من زينب ترى وسألت النسوان يا هالمره، تعدت ام عباس من زينب ترى وسألت النسوان يا هالمرة، يعني زينب الكثر متغيرة متغيرة. إلهي بأم البنين التي تنازلت عن اسمها، عن أولادها، عن كل شيء، بشرف أم البنين لكل المشاهدين، لكل المتابعين، لكل الباذلين إلى السفرة، إلى المجالس، بذكر أهل البيت، بذكر الحسين، بذكر أبي الفضل العباس، إن شاء الله أم البنين تنطيكم. كثير اللي يقولون إحنا قدمنا وتوسلنا وما حصلنا، يا ملة شنو نسوي؟ أبقى أن تتوسل بأهل البيت وتوسل بمولاتي الكريمة أم البنين ما تنساكم، صدقوني والله حقي أم البنين يا ما قضت هذه السفرة، يا ما شافت، يا ما رزقت، يا ما عطت مولاتي أم البنين. إلهي بالحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، شافي وعافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين. هذا وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.